الكترونيه ودكتوراه تخصص مزدوج بي اتش دي ودي ام بي في القياس النفسي وفي الاحصاء وتصميم البحث من جامعه ولايه ميشيغان. والوظائف التدريسيه كما تشاهدون بدءا من مدرس ومعلم، ومما أثر عن أحد الملوك الصالحين أنه قال: لو لم أكن ملكا لكنت معلما. ثم الارتقاء في التدريس وفي المراكز الأكاديمية والإدارية المتعددة كما ترونها، إلى أن أصبح خبيرا عالميا في القياس النفسي والتربوي من مجموع 29 خبيرا على مستوى العالم، إلى أستاذ علم النفس في جامعة بغداد، ثم الانتقال إلى عدة جامعات عربية كجامعة صنعاء وجامعة الإمارات العربية، وعمل فيها في مواقع متعددة، والآن هو في جامعة البحرين، ونسأل الله تعالى أن يطيل عمره المديد. طبعا الإنجازات العلمية أيضا تستعصي على الحصر 131 بحثا أكاديميا منشورا باللغتين العربية والإنجليزية، وأحد عشر كتابا ومؤلفا مطبوعا ترجم إلى اللغة الإنجليزية، بعضها إلى اللغة أو واحد منها الإنجليزية وآخر للفارسية، وثلاث مخطط ومنجز، وكذلك بناء 17 مقياسا نفسيا، وإعداد وتقديم برامج تلفزيونية أسبوعية اجتماعية منذ عام 63 وإلى عام 93، إلى جانب الإشراف على العديد من أطاريح الماجستير والدكتوراه في أماكن مختلفة، حضور ما يزيد عن 250 مؤتمرا عربيا وعالميا، ورئيس أو عضو هيئة تحرير حوالي 12 مجلة أو دورية أكاديمية، وعقد الدورات الدبلوماسية للسفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية وكبار الموظفين في وزارتي الخارجية البحرينية والعمانية. ثم آخر نقطة وقد أعجبتني، تفرغ في العقدين الأخيرين لبناء علم نفس من منظور إسلامي ولا يزال يعمل فيه. حقيقة هذه الجملة شدتني لأذكر نفسي والسامعين أنه فترة التقاعد على كل واحد أن يبحث عن عنوان من الآن أو قضية يشغل نفسه بها في ذلك العمر المديد إن شاء الله. الحضور الكريم، في ظل أجواء جائحة كورونا التي فرضت علينا بالتباعد جسدياً، فإن أخوة العقيدة والإيمان تجمع أرواحنا مهما تباعدت أجسادنا، فحقيقة الإيمان الواحدة تأبى القيود وتحطم كل الحدود والسدود التي تسعى إلى تمزيق وحدة الصف المؤمن. الحضور الكريم، مصطلح الضغوط النفسية تمت استعارته من الفيزياء، والذي يعني قوة تؤثر على وحدة المساحة، وبالتحوير يمكن فهمه على أنه جهد يقع على البدن، وبحكم أن محاضرنا كان تخصصه في البداية فيزياء، فقد أعطاه هذا القدرة على سبر غور النفس الإنسانية لكي يتبين ويظهر لنا ويجلي ما فيها من ضغوط، والسبل التي يمكن أن تنجينا من تلك الضغوط. والضغط في المجال الإنساني يعني الضيق والقهر والاضطراب، وقد يعاني المرء من الضغوط النفسية بسبب نمط التفكير أو طريقة نظرته للأمور، وكذلك بسبب تأثير اجترار الأفكار السلبية على النفس. وقد بيّن النص القرآني ذلك في قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد فسرها ابن عباس على أن تعمل عملا تلقى الله به خيرا أو شرا، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل.
وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذه طبيعة الحياة الدنيا، مهما اختلفت أشكاله وأسبابه لكنه هو الكبد في النهاية. وأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق في الآخرة. وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهى أو تقوده تنهي عنه كبد الحياة وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله. فالذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل ثروة. وقد تعددت التوجيهات الربانية التي تحصننا ضد الضغوط النفسية، كما ورد في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاقة ولا اتجاه، هؤلاء لهم الأمن. فكيف من يجانب ويضطرب إن وجد الله؟ وماذا يخاف؟ وكل قوة غير قوة الله هزيلة، وكل سلطان غير سلطان الله لا يخاف. نتذكر قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا على المستوى الشخصي. أما على مستوى المجتمع المؤمن فنسترشد بقول محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن أهم عوامل رسوخ الإيمان في القلب أن يحب الإنسان للآخرين حصول الخير الذي يحبه لنفسه من حلول النعم وزوال النقم. بعد هذا العرض، والذي أرجو أن لا أكون قد أطلت فيه، نود الآن أن نكون جميعاً آذاناً صاغية لكي نستمع لشيخنا وأستاذنا الجليل، لنأخذ منه لا معلومات ثقافية بل معلومات ومعاني روحية وإيمانية تزيدنا عزيمة وقوة وإصرارا على أن نسير في الحياة حتى نصل إلى الله عز وجل. فليتفضل أستاذنا مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. الحمد لله وكفى، وسلام على نبي المصطفى وعباده الذين اصطفى. يعني ما أستاذ عبد الخالق، الصورة ما يعني لا تزال على السيرة الذاتية يعني. عفوا، سأغيرها. لأن تغير من عندكم؟ نعم. أوكي. يس. أعرض الآن. أوكي نعم. يس. هذه ظهرت الآن سيدي. نعم وصل. أخواني الكرام، أولا أشكر الأستاذ عبد الخالق شكرا جزيلا على التقديم الرائع. ونتكلم الآن عن الإيمان والضغوط النفسية. أنا غيرت العنوان حتى لا يكون طويل، هو ودوره في بناء المصدات العقدية لتحجيمها، فأصبح العنوان الإيمان ودوره في تحجيم الضغوط النفسية، ولا يهمنا العنوان يعني كثير. بالنسبة إلى الاصطلاح
طبعاً مصطلح الضغوط النفسية مرتبط بثقافة البلد أولاً، يعني كل بلد بثقافته وبقيمه الاجتماعية وبضروراته المستحكمة فيه يكون هناك تفسير وللمصطلح أيضاً بشكل آخر، وكذلك مرتبط بنظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الظروف المحيطة به أيضاً. يعني إحنا لا نأخذ المصطلح وكأنه صك غفران، لا أبداً، يعني هو المصطلح يعني ما بين ثقافة وثقافة ومجتمع ومجتمع مجتمع ومجتمع آخر وإلى ذلك، وحتى من إنسان إلى إنسان، من إنسان إلى إنسان. مسألة لما أتكلم عن الضغوط النفسية نجد أن هناك إنسان كما سنرى لاحقا إن شاء الله يعني تكون حافزا له، وهناك من تكون مثبطا له إلى غير ذلك. وكذلك مرتبط، وقبل أن أدخل بالمصطلح، هو مرتبط بالقدرة الذاتية للفرد وطريقة تعامله معها. هذا يختلف من إنسان إلى إنسان ومن فرد إلى فرد بكل تأكيد، يعني ما هذا لا يختلف. ولكن مسألة الضغوط النفسية في الغرب إذا أخذتها بهذا المنظور الحقيقة تختلف كثير. أنا في أمريكا ودرست هناك، جلست يعني أنا وجدت بعض الأشياء، بعض الحالات مع الضغوط النفسية. مثلا كانت لي زميلة في يعني الدكتوراه، يعني وصار عندها وشخصوها ضغوط نفسية ودخلت مصاعب. ليش؟ سبب، كان عندها قطة وأبلغها الطبيب أنها يعني فيها سرطان القطة، فبالطبع يعني أصبحت يعني كارثة كبيرة عندها. كان شخص آخر، أنا ما أستطيع أن أستمر بهذا يعني، ولما سألته يعني أيضا فكان يقول يعني أنه عنده جير فريند، ولكنها دائما ما تتأخر 15 20 دقيقة عن الموعد، فأصبحت عنده ضغوط نفسية. فقلت لهم هذا أنكم في أمريكا ستريس، بس إحنا عندنا بالعالم العربي بريس وليس ستريس، لأنه إحنا والحمد لله إذا هاي ضغوطكم، لا إحنا ضغوط الحمد لله نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعائلية وإلى آخره. فضغوطنا والحمد لله نقدر نسميها بريس وليس يعني ستريس بهذا العنوان إلى آخره. على كل، فلذلك يعني قدمت هالمقدمة لأقول أنه الضغوط النفسية هي مختلفة ومرتبطة بشكل أو بآخر بالمجتمع، بالفرد، بالقدرة على المقاومة في لا غير ذلك. أرجع إلى الضغوط النفسية. طبعا لا شك أن هناك يعني تعريف، يعني التعريف الغربية مختلفة تماما. يعني مثلا احنا نبدأ بلازاروس، يعني اللي هو أول يعني من يعتبر هو المعرف الأول إلى الضغوط النفسية، وجملش أيضا تبعها في ذلك، هم وغيرهم يربطون أو يعرفون الضغوط النفسية بأنها علاقة بين مثير واستجابة، نظرة سلوكية أمريكية. يعني لا، هذه أما كما قلت يعني كل شيء إلى مجتمع أو إلى، فنظرة يعني سلوكية أنه مثير واستجابة، أي أنه أحداث الحياة اللايف إفكتس لما تؤثر على الإنسان، الإنسان يستجيب، وإذا ما استجاب بالطريقة الصحيحة فتصبح عنده ضغوط نفسية. لكن المثيرات، إحنا عندنا كإنسان، ما في إنسان بالعالم كله بالثمان مليارات إذا ما يوميا من الطفل إلى الهرم إلى الشيبة، الكل يعانون استجابات بالآلاف عشرات الآلاف باليوم الواحد يعني، وتكون استجابات هناك إلى آخر ذلك. فوصلوا في الغرب إلى أنه حالة من الملأ بجسمنت، يعني كيف نترجمها، عدم توازن داخلي في الإنسان، يعني يكون بالنسبة إلى ما بين المثير وما بين الاستجابة، المثير الخارجي أو الداخلي
وما بين الاستجابة الداخلية فقط، يعني استجابة الفرد والإنسان نفسه في هذا الموضوع. ولكن أنا بالنسبة لي الحقيقة يعني ما أقدر أقول يعني أحداث يعني تكوين تراكمي، أنا أصفها وصفا ولا أعرفه تعريفا للضغوط النفسية، أصفها وصفا وظيفيا، فربما تكون بالنسبة إلي أفضل، لأنها مثلا يعني هي تكوين قلت تراكمي، تكوين يعني يعني يبدأ من شيء ويصبح أشياء، تراكمي لأنه يزداد ويبني على ما سابق، ولأنه إذا كان تكوين لحظي أو يومي أو حتى أسبوعي مثلا يمر بها الإنسان وينتهي، هذه ما تحدث إلى ضغط نفسي، ولكن التراكمي أي أنه يتراكم ويزداد في يعني مع الزمن ومتتابع مو متقطع. هنا يعني أنا وصفي إلى للضغوط النفسية أنه تكوين تراكمي متتابع، حين ذاك تصبح هذا ما سميه الضغوط النفسية، ولكنها ناتجة عن إيش؟ ناتجة عن أحداث الحياة اللي هي اللايف إفكتس بتنوعها وشدتها واختلاف أسبابها طبعا ومصادرها والظروف المحيطة. يعني ما أستطيع أن أقف عند باب واحد يعني أنه بهذا أنه اللايف إفكتس، ولو هو يعني تكاليف الحياة، وهذا أخذت التعريف من زهير ابن أبي سلمة، تكاليف الحياة. فهي الحقيقة أنا أفضل ما لللايف إفكتس على أحداث الحياة، أنا أخذت بتكاليف الحياة. ثم الأعباء والتعب والنصب والكدح، وقد أشار صاحب الخالق بإساب جيد جدا بارك الله فيه إلى مسألة الكدح والتعب والنصب وإلى آخره، هذه الحياة تعب كلها الحياة. فما عجبوا إلا من راغب في ازدياده كما يقول أبو العلاء المعادل وال يعني زهير ابن أبي سلمة في معلقة يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا، يعني 82 الحمد لله لا أبا لك يسأمي. فالعملية نانا أنه هي الحياة هكذا، حياة أعباء وتعب، أنك كادح مثل ما أشار كادح نيادك كدحاً المفعول المطلق اللي بالتعبير البلاغي القرآني العجيب، يعني هذه الحياة، يعني الحياة ما جت لعب فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا الحياة هي تعب ونصب وكدح وإلى آخره وأزمات وكوارث ومصائب لا شك. يعني هنا يعني نشوف الأمراض لما نقول الأزمات والكوارث والمصائب والأمراض والأحداث المفاجئة، الأحداث الطبيعية البيئية العائلية، مفارقة الأصحاب، مفارقة الأعزاء، حتى الاغتراب عن البلد، هذه كلها هي ضمن هذه الأزمات والكوارث والمصائب التي قد، وهنا قد للاحتمال وليس قد للتحقيق، لأنه في اللغة العربية إذا قد جاءت للفعل الماضي تصبح يعني للتحقيق، مثلا قد جاء، ولكن لما قد يجي للفعل المضارع يصبح للاحتمال. فهنا القد الاحتمال لأنه قد تحدث فهي مضارعة فتصير بهذا الشكل. كذلك التفكير والقلق والخوف من الفقد والمجهول، يعني الموت، المرض، المصيبة، الفقر، يعني الفشل، فقدان أعزاء، فقدان وطن، فقدان كل شيء. يعني هاي فقدان الوطن إحنا العراقيين نعرف يعني يمكن عشرنا أحسن من غيرنا. فهنا طبعا لا شك أنه حتى الخسارة في المال، خسارة في الأسهم، خسارة في كل شيء، في أي، هذا كله يعني تفكير وقلق والخوف من الفقد والمجهول، أو من الفقدان والمجهول، أنا أسميه للفقد والمجهول. وأخيرا الخلل أيضا قد تنتج، هذه قد تنتج يعني مو من كلها، لا من واحدة منها، يعني أو اثنين منها أو ثلاثة أو كلها، يعني أيا كان،
يعني. بس المهم أي واحدة منها إذا صار تكوين تراكمي متتابع فإنها قد وأقول قد تؤدي إلى الضغوط النفسية. آخرها كما قلت الخلل في التوازن الداخلي للإنسان. وهنا أنا يعني هذه يعني أسميها القرآن سماها المعيشة الضنكة، فإن له معيشة ضنكة ضنكة، لأن هنا الإنسان إذا خرج من الفطرة إلى محاولة يعني الخروج عن الفطرة، لأنه كل إنسان مبني على الفطرة، أخذ ربكم من بني آدم من ظهور ذريته وأشهدهم على خلقه، فكلهم هذه الفطرة موجودة عند كل إنسان، ولكن إذا حاول أن يخرج عن الفطرة هنا مشكلة، هنا المشكلة في التوازن الداخلي للإنسان، ولذلك أنا سميتها المعيشة الضنكة. هو صراع بين الفطرة والخروج عنها، هذا الصراع هو ينتج عدم التوازن الداخلي، وهذا إذا تراكم وتتابع يعني ما كان عبارة عن يعني مرور الكرم على الإنسان، فهذا طبعا لا شك أنه يكون ألم كذلك، لأنه حتى سبحانه وتعالى وصف المؤمنين يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحم وضاقت عليهم أنفسهم فقط تفيق، فما يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الخروج عن الفطرة، الخروج عن الفطرة هي المشكلة الكبرى بالنسبة لي أنا أتكلم، قد يكون يعني هذا رأيي، ولكن هي المشكلة الكبرى في الضغوط النفسية عندما يحاول الإنسان أن يخرج عن الفطرة. لذلك في الغرب يعني هم خارجين عن الفطرة أصلا، فكل شيء يأثر فيهم وكل شيء يسبب، يعني ذاك اليوم أقرأ في علم النفس المعاصر في كتاب فوكس يقول أن 42% من طلبة المدارس الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من الضغوط النفسية. الله أكبر، الطلاب ثانوي بعد ما وصلنا إلى 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 الكهولة وإلى الشيخوخة وإلى أرض العمر، إحنا بعدنا الثانوية يعني. فهذا هو يعني أنا هذا اللي يعني أركز عليه دائما فيما يتعلق في الخروج عن الفطرة، يعني هذا يصعد في السماء أو له معيشة ضنكة. هنا نقطة يعني مهمة جدا الحقيقة، لذلك شوف أن الفطرة والقرآن هو جعل الفطرة يعني الإنسانية لكل الإنسانية هي شفاء ورحمة للمؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا هذه حالة أخرى وهذا وضع آخر بالنسبة لنا، لأن فطرة الله يعني التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطر الناس عليها، كل الناس فطر عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، من يوم ما أخذ من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى أن تقوم الساعة لا تبديل لخلق الله. ولذلك نشوف العملية يعني أنا ركزت وظليت في الأخير أنه الخلل في التوازن الداخلي للإنسان. ممكن أغير الصعب فارق من يمك ولا من أنا عندي ماذا يتغير؟ نعم أيها الثاني. نعم شكرا. الآن نأتي إلى الأعراض المصاحبة للضغوط النفسية، وهنا نقطة مهمة جدا أركز عليها، ليس شرطا لبعضها أو كلها يقينا، يعني لا نجعل الضغوط النفسية مصطلح أنه له تبعات جسمية وذهنية وعاطفية وأسرية واجتماعية لا لا لا، هي ليس شرطا لبعضها أو كلها، قد يكون واحد منها، قد يكون اثنين، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، قد لا يكون هناك ظاهر عليها، وهذا كثير جدا، يعني مثل الكورونا، كورونا كثير من الناس يصيبهم وتعبر ولا هو يعرف ولا غيره يعرف بها، فضغوط النفسية تمر بالإنسان كثيرا ولا يعرف، لأنه
ما عليه يعني ما أعراض مصاحب. فمو كل صاحب كل من يتعرض للضغوط النفسية يعني يكون عنده جسمية وذهنية وعاطفية وانفعالية وسرية إلى غير ذلك. لكن يعني إحنا ما نتكلم الآن مثلا يعني عن نأتي على الأعراض الجسمية مثلا، لا شك أنه الأعراض هذه خلي أبدأ بالعام قبل الخاص، هي تصيب كل إنسان. أرجو أن يعني تفتحوا صدركم إليه. الضغوط النفسية هي في كل إنسان ويتعرض لها كل إنسان، ولكن بشكل أو بآخر، بوقت أو بآخر، بفترة زمنية عمرية أو بأخرى، وكل هذه سلبا أو إيجابا. لأن الضغوط النفسية مو سلبية، ضغوط نفسية إيجابية نشرحها بعد قليل، وضغوط سلبية تصبح مرضية، ولا هي عند بعض الناس الضغوط النفسية هي رائعة بمحفزاتها للإبداع والإنجاز وتتمة المشاريع وإلى غير ذلك. فلذلك هي أقولها بشكل أو بآخر، بوقت أو بآخر، بظرف أو بآخر، بفترة عمرية زمنية أو بأخرى، سلبا أو إيجابا. أما إذا جينا فتفصلنا كما يعني يدخل علم النفس المعاصر بالجسمية، فهو اضطراب في نبضات القلب، تشنجات عضلية، توتر شديد، يعني لازم طبعا فيه استمرارية وإلى غير ذلك. فهذه كلها أعراض جسمية يعني قد تكون، ومرة أخرى قد وقد الاحتمال، وهذه ليست شرطا لبعضها أو 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 كلها، ولكن نقول بعض يعني ناس تظهر عليهم هذه الأعراض الجسمية. أحيانا أعراض سلوكية، وهي سلوكية جسمية يعني سايكوسومات، خلينا نقول يعني ال 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 هز الركبة مثلا أو هز الرجل أحيانا، يعني هذه تكون عارضة من العوارض. قضم الأظافر أيضا سجلت كمظهر أو عارضة من التدخين، المخدرات، التأتأة أيضا. يعني سيدنا موسى عليه السلام كان في عند بعض الشيء من التأتأة، لكن متى تأتي التأتأة؟ يقول في المصحف الكريم يعني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلي يا هارون، إلى غير ذلك. يعني هنا طبعا هذه يعني كلها هي سلوكية جسمية في نفس الوقت، ما نقدر نفصلها يعني بهذا المصطلح. هناك عاطفيا فعالية، يعني لا شك يعني نشوف أنه هنا مكتوب ذهنيا أوكي، صعوبة التركيز، صعوبة أو تلكع في أو اضطراب في أداء العمليات العقلية. يعني هو صافي، يعني حتى أكون ناس مثلا يعني يحفظ القرآن الكريم، ما شاء الله تبارك الله يحفظ القرآن الكريم، ولكن تجد يقول لك دكتور يعني راح من القرآن ما راح، يعني شوية اضطراب يعني يؤدي إلى حتى النسيان المؤقت، إلى النسيان المؤقت أو إلى الاضطراب المؤقت، أو ده يعمل عمل ده يكتب ثم يجد نفسه غير قادر على إكماله. فهذا اضطرابات يعني أو أعراض ذهنية قد تكون أيضا يعني كذلك. قد تكون انفعالية، يعني قلق، إحباط، اكتئاب، تشاؤم، انسحاب، تؤدي إلى الانتحار، يعني خاصة عند اليابانيين والأمريكيين. يعني هذه العملية كلها أعراض عاطفية وانفعالية يعني إلى غير ذلك. هناك قد أسرية وانفعالية، أسرية يعني عائلية، مشاكل مع الزوجة، مشاكل مع الأولاد، مشاكل مع العائلة الكبيرة، مشاكل الغياب عن البيت، الطلاق، إلى غير العنف الأسري. هذه كلها هي عبارة عن بعض الأعراض المسجلة، أن يتكلم يعني عيادياً
كلينيكيا يعني فيما يتعلق ببعض يعني الأعراض العائلية أو الأسرية يعني. وهناك اجتماعية طبعا، هناك انسحاب اجتماعي يعني تشوفه كان منسجم، كان عنده مجموعة، عنده مجموعات يتفاعل معهم، ما تشوفه إلا انسحاب من تلك المجموعة. بدء الشعور بالعزلة مثلا، هذه أيضا يعني نتيجة الانسحاب هي طبعا الاجتماع. السبب في تكوين يعني فشل في تكوين علاقات أو انقطاع في العلاقات القائمة، الخوف من الفشل في العمل الجماعي، لأن العمل الجماعي يعني هو عبارة عن يعني خلينا نقول مؤشر جميل جدا، مؤشر اجتماعي للانسجام، للاندماج الاجتماعي، للعمل الاجتماعي. فإذا خاف منا أو فشل يعني بهذه الطريقة يكون بهذه العملية. طيب أنا ماذا أقدر أغير من عندي أستاذ؟ ما أعرف إيش. طيب نأتي إلى التأثير المتفاوت للضغوط النفسية على الفرد وعلى الفرد. هذا هي مو هي صيغة فردية وليست صيغة مجتمعية يعني. فهي إما هي ثلاثة حالات، إما مثيرات للدافعية والإبداع والإنجاز. إنسان أصلا يعني خاصة إذا مر بوقت توقيتات يعني وعنده شغل لازم ينتجه ولازم يكمله ويجد نفسه أنه في ضيق من الوقت، يعني قد يكون تفتق جديد للإبداع، تفتق جديد للإنجاز، وسائل جديدة للإبداع والإنجاز وإنجاز المهمات. فلذلك هذه الضغوط النفسية أحياناً وأحياناً كثيرة جداً يعني، خلي نكون واضحين يعني لا نأخذ الضغوط النفسية وكأنها سلبية دائماً، لا 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 لا، إحنا قلنا سلباً أو إيجاباً، وبالتالي إذا كانت الإيجاب فهي منبع يعني 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 عظيم للدافعية والإبداع والإنجاز والابتكار وإتمام المهمات وإنجاز المهمات والأعمال والمشاريع إلى آخره. وإما طبعا تكون انسحابات، هنا انسحابات مرضية نفسية وظيفية، القلق، التوتر، الاكتئاب، الضجر، ترك المهمة، الاستقالة من العمل، التهرب من المسؤولية، التهرب من أي يعني هذا الجانب السلبي. هذاك الجانب الإيجابي، ولا نقول إطلاقا أنه يعني أنه هي سلبية فقط ولا إيجابية فقط. هي إيجابية نعم وسلبية نعم، وقد تكون عند نفس الفرد وعند نفس الإنسان مرة ومرة طبعا باختلاف الظروف المحيطة للإنسان، البيئية، السن، المجتمع، القدرة على التحمل. مثلا السن لما نتكلم عليه بالمراهقة غير سن اليأس عند المرأة، غير الإحالة على المعاش أو على التقاعد غير. فلذلك يعني هذا السن ومراحله أيضا تأخذ اختلافات كثيرة بها فيما يتعلق بذلك. المجتمع يعني انسحابات مرضية نفسية وظيفية، يعني وصلنا إلى المرة المجتمع. المجتمع احنا اكو مجتمع محفز واكو مجتمع يعني قاتل محبب واكو مجتمع غير مكترث. يعني كثير يسألون ليش العلماء العرب لما يكونون في بلاد العربية يعني ما ينجزون شيء، ما يبدعون، ليش لما يطلعون للغرب يصيرون مبدعين ومنجزين وعلماء ومفكرين؟ هي لأنه المحيط مجتمع بيئة محفزة، بيئة تقدر العمل وتقدر الإنتاج، وهنا أنا عبارة عن كومة حجار فوق المنتج وفوق الوالد. وبالتالي يعني لا شك أن السن المجتمع، ثانيا القدرة على التحمل، أيضا القدرة على التحمل، ممكن إنسان قادر أن يتحمل. أكو ناس تواجه ظروف بالعمل
يتغلب عليها كلها، ويتغلب على كل العلاقات السيئة، ويتغلب ويتغلب وينتج ويمشي ويمشي، بعدين يثبت نفسه. وأكو ناس ينسحب، يعني ينسحب يقول لك أنا شو أسوي، كلهم ضدي، كلهم مو معايا، كلهم ما أنا ما في شيء مشاهد، ما في شيء يبقي. هاي طبعا القدرة على التحمل، وكل إنسان عنده قدرة على التحمل، هذا وسع يعني. وكذلك المعزات والمنغصات والمحيطة، أكو إنسان محيط مجتمعه، هو مش بيته هو محب يس، بس المجتمع لا لا، أسرة أيضا محبة، يومية داخل على زوج، أنت قاتل نفسك بالدراسة، وقاتل نفسك بالورقة، وقاتل نفسك بالقلم والورقة وإلى آخره، ومن هاي يعني، أو بالعمل، أو أنت ليش ذابح نفسك بالعمل، ليش تشوف الآخرين شلون قاعدين يشتغلون، ليش أنت وحدك أنت، هذه بيئات يعني أسرية محبطة يعني ومثبطة أيضا في نفس الوقت. فلذلك أن نشوف إحنا هاي المرة والمرة، المرة والمرة يعني من الإبداع والإنجاز، وهي نفس الضغوط النفسية، إلى الإحباطات والانسحابات المرضية، هي بسبب هذه ظروف المحيطة كما قلت، السن، المجتمع، القدرة على التحمل، المعززات والمنغصات، إلى يعني آخره في هذه الطريقة. نأتي إلى الآخر، سلايد الآخر. طيب تكلمنا عن الضغوط النفسيه، الان نتكلم عن الايمان، لانه يعني العنوان مالنا الايمان ودوره، يعني دور الايمان في تحجيم او ربما الغاء الضغوط او الشفاء من الضغوط النفسيه. اولا، ما هو الايمان؟ اولا الايمان بالغيب وعدم الريبه فيه، هذا هو الايمان. يعني قالت الأعراب وأمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، إلى أن يصل في سورة الحجرات سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. الإيمان، وطبعا فوق الإيمان أكو اطمئنان، فوق الإطمئنان أكو يقين، وفوق اليقين أكو يعني حق اليقين، وأكو فوق عين اليقين، هذه درجات من سبحانه وتعالى، نسأل إن شاء الله يعني يعطيكم ويعطينا جميعا منه. ولكن يعني الإيمان در يعني لما سبحانه وتعالى قال لإبراهيم أولم تؤمن، قال بلى إحنا مؤمن، ولكن يطمئن قلبي، يطمئن يعني. لكن الإيمان، أنا أتكلم عن الإيمان، ما معنى الإيمان؟ يعني أنا لست مفتيا ولا شرعيا، ولكنه ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه، منهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا فاتحة القرآن الكريم، بعد الفاتحة هذا ألف لام ميم. فالإيمان هو إيمان بالغيب وعدم الريبة. ولذلك لما نشوف شنو أركان الإيمان، شنو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها غيب. الله غيب سبحانه وتعالى، والرسول غيب، والكتاب غيب، والنبيين غيب، والملائكة غيب، والقدر غيب، كل غيب. فإذا إحنا آمنا، يعني لماذا يقول أركان الإيمان؟ هذه أركان الإيمان، هي كلها غيب ولا ريب. يعني الإيمان يبدأ عندما تصل إلى مرحلة لا ريب فيه، إحنا دخلنا بالإيمان، دخلنا بالإيمان الذي نطمئن فيه ونتكلم إحنا الآن عنه. أولا في النسبة للإيمان، هو تسليم النفس لخالقها، تسليم أسلم، قال أسلم كلمة أسلم، أسلم ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب إلى آخره، بس أسلم يعني. يعني إبراهيم يدعو الله سبحانه وتعالى، وهو يعني وهذا بعلي شيخا، ويعطي سبحانه وتعالى إسماعيل لما يبلغ معه السعي، معنى إبراهيم وصل للتسعين عليه السلام وعلى نبينا وأنبياء جميعا أفضل الصلاة والسلام، إني أرى في المنام إني أذبحك، يعني ولا بالخيال العلمي، هذا بالساينس فيكشن نتكلم عنه، إني أرى في المنام إني أذبحه. شنو الجواب ماله سيدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم؟ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، هذا اذبح اذبح، افعل ما تؤمر، هذا تسليم مطلق، هذا تسليم مطلق. يعني هذا لما نتكلم عن الإيمان بالغيب وعدم الريبة، فإحنا نوصل إلى ماذا؟ نصل أولاً إلى تسليم النفس لخالقها،
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خلاص هذا تسليم، الصلاة والنسك والمحو وحياته ومماته كلها لله رب العالمين. هنا الإنسان لما يبدي يستقر وما تأثر عليه، صراحة يشوف بعد قليل إن شاء الله كيف تأثر الضغوط النفسية وكيف يستطيع الإيمان أن يبني المصدات الإيمانية، يعني تحجيمها أو حتى إلغائها بهذه الطريقة. وإلا يعني إذا قلنا بالتسليم، يعني كيف يعني أم سيدنا موسى عليه السلام يعني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وأني إذا أخاف على ابني عمره 7 أيام وقيل 6 أيام وخمسة أيام أرميه في البحر أو في النهر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يشو لما أخاف عليه يحطه في حضني وأمسك عليه ولا أو أرميه، هذا التسليم. فألقيه، ألقته صحيح أصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به، لكنه هي خلاص أسلمت، سلمت لله، سلمت للخالق وأعطت يعني ما أمر وكل شيء. يعني حتى أصحاب موسى لما يعني لما لحقهم فرعون بجملة قال له أصحاب موسى يعني حتى إذا دار يعني قاله يعني إنه خلاص يعني موسى لاحق بينا، ماذا كان جواب موسى؟ كلا. شوف النهي المطلق، كلا إن معي ربي سيهدين. يعني لما إنا مدركون، يعني لما قالوا لبني إسرائيل إنا مدركون لأنه إحنا هم بالبحر وراهم فرعون وجنوده، كلا. هذا الإيمان، هذا الإيمان بالغيب، هذا الإيمان الذي لا ريب فيه. هذا هو على كل ما أريد أطيل، حسن الصدق، حسن الظن، وصدق التوقف. وهذه نقطة مهمة جدا. يعني عندنا الآن لما نجي إلى 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 حسن الظن وصدق التوكل، أن الإنسان إنه أنا يعني في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، عند حسن ظن عبدي بي، يعني لو صدق التوكل لرزقنا الله كما رزق الطير تروح خماصا وتعود بطانة. التوكل، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، نعم نأخذ بالأسباب يقينا، اعقلها وتوكل، ولكن أنا وراء ما أعملها وراء ما أعقلها أنا عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وعندي صدق التوكل. ولذلك يعني أنا مهما كتب لي يعني يكتب الله سبحانه وتعالى على عبد المؤمن، المؤمن طبعا يعني عنده آية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير منه، خلاص وعسى أن تكرهوا شيئا وإن كرهتموهن يعني فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني هنا أنا حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا ما يزرع فينا الإيمان، الإيمان بالغيب الذي لا ريب فيه، كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، خيري وشر، خيري وشر، هذا قضاء، لا رد لقضاء الله، لا رد لقضاء الله، نسأل الله وندعو ولكن عندما يحدث القضاء. ولذلك فيما علم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، يعني إذا قضيت لي قضاء يعني نحسب العاقبة فيه. يعني القضاء يعني ما اللهم ما قضيت لي من قضاء يعني إلا يعني فاجعل عاقبته خيرا أو اجعله حسنا إلى آخره، ولكن إذا قضيت ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته حسنا إلى آخره. فالقضاء عندما يحدث هنا نقف، ما قبل القضاء ندعو ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتصدق وإلى آخره، لكن إذا حدث القضاء هنا لا، هنا حدث انتهى الأمر، يبقى التسليم. نرجع إلى النقطة الأولى، التسليم وحسن الظن وصدق التوكل، هذا هو الإيمان بالقضاء بالقدر الخير والشر. فإذا حدث فخلص يعني
عملية واضحة جدا. ثم الصبر والرضا، هناك صبر وهناك رضا، والصبر اشتباع في الإسلام، والرضا هو اصطفاء، وفرق بين الاشتباع والاصطفاء. إذا أحب الله عبدا ابتلى، فإن صبر اشتباه، هذا الاشتباع مرحلة عالية ولكن مرحلة أعلى منه وهي الرضا. فإذا صبر اشتباه، فإن رضي اصطفاه، اصطفاء الاصطفاء شيء آخر، الله يصطفي من الملائكة والأناس والرسل. فلذلك نشوف يعني هنا الرضا هو نرجع إلى نفس النقطة، تسليم النفس المطلق للخالق، رضا. لأن يعني الصبر ليش هو اشتباه؟ لأن يعني الصبر أنك تصبر، وبشر الصابرين، ليش هو الصبر قليل؟ أولئك الذين صلوا عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هذول الصابرين. بس أكو ما أعلى درجة أعلى، الرضا. لأن الصابر هو في شيء في نفسه، في نفسه. ولذلك يصفون سيدنا يعقوب بفراق يوسف أنه الصبر، يعني كان صابرا لأنه كان في شيء، يعني الله يتفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ولكن الرضا هو فوق، خلص سبحانه وتعالى قضاء القضاء، أنا مسلم وأنا مسلم لله سبحانه وتعالى، وعندي حسن بالظن ومتوكل عليه، فلذلك خلص أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أرضى بما يصيبني. طبعا هذه نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالضغوط النفسية. طيب نرجع الآن إلى الأخرى، الإيمان بالغيب. طيب مصادر الضغوط النفسية والمصدات الإيمانية لمواجهتها. نعم، يعني هذا اللي كانت العنوان، أنا كنت حاط المصدات العقدية والإيمانية. المهم مصادر الضغوط النفسية كيف؟ أنا الآن أختصر البحوث الأمريكية وبعضها بريطانية لما تكلمت عن مصادر الضغوط النفسية، والكوستشنيرز مالهم اللي توزع على عشرات الآلاف من الناس، ومن خلال 50 سنة من المتابعة ركزت علم النفس المعاصر على الأسباب التالية كمصادر للضغوط النفسية: الخوف من الموت، خوف من المرض بالتسلسل، خوف من الموت كان حوالي 78%، خوف من المرض، الخوف من انقطاع الرزق، إلى أن وصل إلى الخوف من الفشل وعدم إتمامهم أعتقد 28% أو 27%. هذه مصادر، نجي على واحدة واحدة. هذا عند الآخرين، إحنا عندنا كمسلمين كمؤمنين بإذن الله. الخوف من الموت، إحنا ما نخاف من الموت، يعني كيف نخاف من الموت؟ يعني موت حق، ولن تموت يعني 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 حتى كل نفس ذائقة الموت، كل إنك ميت وأنهم ميتون، للمصطفى صلى الله عليه وسلم إنك ميت وأنهم ميتون، موت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، تمام؟ يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت حق، الموت حق، احنا نسعى في الحياة لكي نعيش إلى لحظة الموت بسعادة، بهدوء، باطمئنان، بين حصل انقطاع خيرا. من عند الدكتور ان شاء الله يعود قليلا. ها دكتور معانا، كيف حالك أستاذ حاتم؟ كيف حالك سيدي؟ إن شاء الله بخير. رجع لي.
ها دكتور، ها طيب، يعني يمكن إلى حين عودة الدكتور نستغل الوقت. هو يتكلم عن الخوف من الموت، وحقيقة الموت ليس نقيض الحياة. عندما نتصور أن الموت نقيض الحياة نشعر بالرهبة والخوف وأننا نسير للعدم، لكن كما تعلمون هي حياة البرزخ. ننتقل من هيئة إلى هيئة ومن شكل إلى آخر، مما أثر ذكر عن زكريا عليه السلام، وقد كان ملك الموت يتجلى للأنبياء كما ذكر. فكان زكريا ينزل على درج بجوار بيته، فلما رأى ملك الموت قال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقبض روحك. قال: انتظر حتى أنزل، يعني تنزل رجلي عن الدرج، عن هذه الدرجة. قال: أنا مطلوب مني أن أقبض روحك على هذه الدرجة. ولذلك كما ذكر أستاذنا، عندما يعيش المسلم بهذا اليقين لا يمكن أن يكون جبان، أن يكون جبانا. فالشجاعة لا تقصر العمر، والجبن لا يطيل العمر. ولهذا نجد أن تاريخ المسلمين في كل مواجهاتهم لم يكن للخوف سبيلا إلى قلوبهم. يوم الأربعاء. نعم، ما جاش الدكتور. والله هو حسب، يعني هو المسؤول العلمي للبورد العربي والعراقي، مرات يطلع محاضرات هيك، بس هو ثابته يوم الأربعاء استشاريته. على كل نستمر في الانتظار ولا لا أدري؟ لعلي إذا كان نأخذ بعض الوقت نضيف كلمتين إذا تكرمت. تفضل يا سيدي، تفضل. الله يخليك. إلى أن يأتي، إلى أن يأتي محاضرة البروفيسور طبعاً. هي جاهز ما شاء الله. الخير الخير عند ذكر يبان. ما شاء الله. تفضل إن شاء الله تتكلم يا أخي بعد أن ينهي. الفرصة تكون لك أنت أول المتكلمين. تفضل سيدي. طيب. أرجع الآن، الخوف من الموت كما قلت يعني هو الخوف من المرض، يأتي بعد الخوف من الموت. والمرض بالنسبة للمؤمن يعني كفارة وطهور، ويعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وتخفيف للمرض. الله سبحانه وتعالى خفف عن المرضى كثير، ولا على المريض حرج عدة مرات، وكان بكم أذى من مطر وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، تخفيف يعني، فتخفيف المرض تخفيف من الله سبحانه وتعالى يعني للإنسان، وابتلاء والإنسان المبتلى. وإذا كان قد أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى ورضى بقضاء يعني وبقدر، فهو ما يعني الخوف من المرض ليس يعني عند المؤمن. أن يتكلم الآن هاي الأمراض، هاي الخوف كله بالنسبة إلى البحوث الغربية، ما عندنا مع الأسف يعني بحوث إسلامية تتكلم بهذا الموضوع. والخوف من انقطاع الرزق أو قلة، يعني كيف خاف من الرزق؟ عزتي ولا جالي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقا وجه، ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. معروف الرزق، ما يعني هذه يعني الرزق
من يوم ما عمره 120 يوم في رحم أمه، يكتب رزقه، يكتب أجله، يكتب كل شيء. فأخاف من يعني كيف يعني، والخوف من وقوع المصيبة يعني، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، قبل أن يخلق المصائب مكتوبة وكل شيء مكتوب. فالخوف من وقوع المصيبة يعني إحنا رجوع يعني، هذه الكارثة مال كورونا وخلتنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل تحفزنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه. طيب يمكن أن نستغل مين اللي كان مين الأخ الذي كان سيتكلم؟ أيوة تفضل يا أخي إلى أن يعود، عندما تعود تلقائيا تتوقف ويتابع دكتورنا، تفضل يا أخي. الله يجزيك الخير. الحقيقة طبعا لا نعقب على الموضوع بقدر ما هو يعني بين البروفيسور الأسباب أو المسببات بشكل عام للضغوط النفسية وحلولها عند الإنسان المسلم والمؤمن. قد ما أدري قد تأتي في المحاضرة في السلايد الثاني عن موضوع إن هو رأيي أنا أيضا نقطة مهمة جدا، إضافة الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتساب وكذا، أحد الحلول المهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أو أمرنا أن نعرف قيمة الحياة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا عرفنا أن قيمة الحياة لا شيء فهذه تهون عنا مصائبها وجميع ما نواجهه من عقبات خلالها في داخل الحياة الدنيا هي عبارة عن شيء يعني يجب أن يهمله الإنسان. إذا سمحت أكمل المحاضرة. تفضل دكتور. وكذلك الخوف من فقد المنصب أو الوظيفة. دكتور نزار معنا الآن، عفوا. نعم. نعم إذا سمحت، عفوا دكتور منير. نعم تفضل دكتور نزار. نعم شكرا. تفضل يا أخي. شكرا أخي. الخوف من فقد المنصب أو الوظيفة أيضا نفس الشيء يعني، هذه المنصب أو الوظيفة عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير، ما تدري حط لك سبحانه وتعالى منصب أعلى، وظيفة أفضل، أبعدك عن ضرر معين، أبعدك عن ضرر كبير أكبر، أبعدك هذا يعني هذا التسليم، هذا كله جزء من التسليم. والمعاناة من الشعور بالذنب بعد الخطيئة، الله سبحانه وتعالى هنا بالمسلم فتحت الأبواب على مصاريع مصاريع، ما توبة، ما قل لعبادي أسرفوا فنعرف أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص يعني هذه ما عندنا، ما عندنا مشكلة، لأنه يبدل الله سيئات حسنات، يعني السيئات تصبح حسنات، فهذا شيء من عظيم جدا. ما المعاناة من الشعور، احنا ما عندنا معاناة، احنا مو مثل المسيحية يعني تجعل الشعور بالذنب ملاصق الى من آدم الى يوم قيام الساعة، لا ابدا، احنا ما عندنا معاناة شعور بالذنب يعني. فالتوبة مفتوح، والتوبة مفتوح على مصاريع كما يعني كما قلت يعني. الخوف من الفشل أو عدم إتمام المهمة، يعني هنا لما نتكلم عن الفشل أو عدم إتمام المهمة، الإنسان وسع، الإنسان كل نفس إلى وسع، والوسع سبحانه وتعالى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ولا يكلف نفسا إلا ما أتاه، وما تعون على الموسع قدر وعلى المقتر قدر وما تعد إلى آخره. الوسع هنا لأنه سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، مختلفين سبحانه، هذا الاختلاف. فأكو ناس يعني حتى في التقوى، واتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، حتى لما سيدنا موسى وبني إسرائيل
هذا المثل العامي على الخوف من الفشل، زي ما بيحكوا بالبلدي، اللي بيخاف من القرد بيطلع له. بس للأسف إحنا موروثاتنا الشعبية أيضا، إحنا منهم من الشيء قبل أن يحدث، ومنهم أو نحزن، يعني نحزن قبل وقوع الشيء ونحزن بعد وقوعه، ثم نجتر الحزن ما حيينا. وإذا مرت لحظة فرح بنستغرب، بنخاف إنه قد يكون بعدها لحظة حزن. فلا شك إنه الثقافة المجتمعية لها دور في كيفية التعاطي مع هذه المعاني، إلى جانب المعاني الإيمانية، لأنه دائما الممارسة تختلف عن الشيء النظري. أنا لا أريد أن أتكلم على كل، نفتح المجال للدكتور منير إلى أن يعود أخونا. تفضل يا دكتور. شكرا يا دكتور، الله يخليك، حياك الله. الله يحييك. بقول يعني أكملا اللي قلته، أنه إذا الإنسان المؤمن عرف قيمة الحياة، أنها لا شيء عند الله وعند الرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهون عليه هذه المصائب، وبالتالي يهون تهون وتقل الضغوط النفسية عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، والله سبحانه وتعالى وصفها بأنها متاع الغرور. فإذا هذه ما تستاهل، يعني هذه أحد الحلول الرئيسة لتخفيف الضغوط النفسية على الإنسان المسلم. هذه واحدة. الثانية نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، طبعا هذا حزبه أمر يعني ضغط نفسي لأي سبب من الأسباب، لجأ إلى الصلاة. الصلاة هي عبارة عن تقريبا صمام الأمان، أو صمام الذي يزيل الضغط عن النفس الإنسانية أو النفس المؤمنة. فهذول برأيي معرفة قيمة الحياة أنها لا شيء، واللجوء إلى الصلاة. وحتى سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة 5 أوقات في اليوم الواحد، يعني كونه يعني أكثر العبادات تكرارا وتعلقا مع الإنسان هي الصلاة، لأنه حتى تجعل الإنسان المؤمن كل ما بين فترة من الصلاة والصلاة الأخرى يتعرض إلى أي ضغوط أي كذا، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، فيزيل عنه الهم والغم والضغوط النفسية، ويدعو خلالها إلى الله. هذول أعتقد والله العليم عاملين مهمين جدا في موضوع تخفيف الضغوط وإزالتها حتى عن النفس المسلمة، بالإضافة لما تفضل فيه البروفيسور. جزاك الله خيرا. لا أريد أن أحتكر الحديث، هل يريد أحد أن يتحدث أو يعلق على نفس الفكرة؟ على كل، يعني لا شك، أنا أعتقد أنه أيضا مما نعاني منه اليوم أنه عباداتنا أصبحت كالعادات، يعني كما نأكل ونام وننام ونشرب أصبحنا نصوم ونصلي، ولذلك لم يعد هناك أثرا لعباداتنا على سلوكنا، فبالتالي أصبحت العبادات هيكل ميت، وبالتالي لم نعد نشعر بأثرها. نتعامل مع الناس، نعم نتعامل مع الناس، فنجد أن معاملة من يصلي ويصوم ويزكي لا تختلف كثيرا عن معاملة الغير ملتزم. وهذه في الحقيقة سببها، يعني ببساطة، إنه العبادات ليست هدفا، هي وسيلة حتى تعيننا على أن نسير على طريق الله، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك أنا أمثل ببساطة أن العبادات كمن يزرع شجرة يريد يأكل ثمرها، مهما كبرت الأغصان والأوراق فلا قيمة لها بدون ثمر. وثمار العبادة في الإسلام هي الأخلاق، مصداقا لقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حقيقة هي مشكلة نعاني منها. حقيقة هناك إنجاز التعبير نوع من الانفصام على صعيد السلوك ما بين العبادات وما بين إيش السلوكيات. عبد الخالق ممكن أرجع؟ تفضل. نعم نحن ننتظركم دكتور، تفضل سيدي. طيب الله يبارك لك، ما تصح لي مشكلة يعني ما أعرف. ليست مشكلة، إحنا بس حاولنا نستغل الوقت في غيابكم وننتظركم على حار من الجمر. تفضل سيدي. السلايد الآخر لو سمحت. أنا مضى علي الوقت يعني. خيرا، لا أنت يا أخي خذ وقتك كاملا، نحن نريد أن يعني الله يبارك. شكرا جزيلا منكم. تفضل. شكرا، بارك الله فيك وفيكم. نأتي الآن إلى استراتيجية المؤمن لمواجهة أحداث الحياة.
كما قلنا هو التفويض المطلق لله، وهو الطمأنينة والسلام، التفويض المطلق لله. يعني إحنا مثل ما قلت إن قلنا صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء كل شيء هو يعني تفويض مطلق لله سبحانه وتعالى. لن يكتب الله شيء إلا أعتقد ويقينا أنه خير. فيعني هذا مثل ما في المقدمة أشار الأستاذ عبد الخالق، يعني عجب لأمر المؤمن، كل أمر له خير، سراء شر ضراء هو خير. يعني ولذلك هذا التفويض المطلق، هذه استراتيجية أنا سلمتها، استراتيجية المؤمن لمواجهة أحداث الحياة. الصدق والانشراح في التوكل لا شك. يعني إحنا الآن لما نتكلم عن التوكل، يعني مو متوكلين، وإحنا خلينا نجي في نقطة مهمة بعد يذكرها بعض المفسرين، فيقولون بالنسبة إلى سيدنا يوسف، أنا أنقل فقط، يعني لما قال لما فسر الرؤيا وقال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، فقالوا يعني سبحانه وتعالى كان الجواب ماله، فلبث في السجن بضع سنين. يعني انت ليش رحت من سبحانه وتعالى الى 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 هذا؟ يعني فاعتبروه انه يعني نوع من كانه سبحانه وتعالى عاتبه، فلبث في السجن بضع سنين. على كل انا مو مخترع لهذا يعني. فلذلك الصدق والانشراح في التوكل، صدق وانشراح في التوكل. لا شك ان الانسان تصيبه بعض الاشياء، بعض اللحظات بالتراجع، يتراجع ايمانه، الايمان يزيد وينقص، لا شك في ذلك يعني. ولكن حنتكلم عن لما قلنا تتابعي تراكمي، لا، هو في التتابع التراكمي غير لما تجي لحظات الانسان يعني يجد نفسه انه ينقص في ايمانه، او يجد شك في مسلماته الى غير ذلك يعني. والصبر عند مواجهه الملمات، الصبر، وبعدين يجي الرضا، وهذه انا تكلمت عليه بيهم. فالانسان لما صبر مواجهه الملمات لازم الانسان يكون صبور يعني. وبشر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر هو عباره عن عن عن, عن باب من أبواب فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان المسلم عندما يعطيه هذه الميزة العظيمة جدا، وهي الصبر، ثم يزيد عن عليه بالرضا عند نزول القضاء. أيضا الإنسان نزل القضاء خلاص، صار انتهى القضاء، يعني صار مات، أنا أقعد أبكي الليل والنهار على الميت أو فقدت شيء أبكي؟ لا، أنا أسعى. يعني هو طبعا هو صحيح تفويض أمر مطلق والانشراح والصبر والرضا، لكن أكو نقطة مهمة جدا، يعني هي الإنسان مو معنى يتوكل من غير أن يعقل أو يعقلها كما جاء في الحديث، ولكن الإنسان يسعى. يعني هي محطوطة في 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 ما قاله المؤمنون من بني إسرائيل إلى قارون، يعني أنه الحياة والآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه يعني الآخرة والدنيا والإحسان، ويعني كلها هذه هي الأمور، أنت تسعى واسعوا في مناكبها وكونوا من رزقه. ها، اسعوا في مناكبها وكونوا من رزقه. شوف الرزق هنا، والسعي هنا، فأنت اسعى من جهتك والرزق من ربك، رزاق ورازق وكريم يعني بهذه الشكل. النقطة الأخيرة اللي أحب أنا يعني نانا أتكلم بها هي البوصلة. البوصلة ما للإنسان، وأعتقد ولو فاتني الحديث ما الأستاذ عبد قبل قليل والدكتور منير، يعني البوصلة الموجهة، بوصلتك وين متجهة؟ يعني فهم الناس يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، خلاص انتهى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، أولئك لهم نصيب. يعني الإنسان مو يفرغ يتفرغ من الدنيا كلية، لا لا لا، الدنيا مخلوقة يعني لنسعى فيها، نسعى في مناكبها، ولكن
سبحانه وتعالى البوصله وين موجهه؟ يعني قل ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينات فتح يعني يمتعكن ويسرعكن صراحة وان كنا تردنا الدار الاخره يعني هذا شيء اخر، هذا طريق، هاي بوصله، هاي منا هذا طريق منا طريق يعني. ولذلك نشوف على ان بوصله المؤمن يسعى في الدنيا، يعني ابن عوف لما قال له اخذ زوجتي واحدى زوجاتي واحدى، قال لا 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 دلني على السوق، دلني على السوق، الشغل هناك في السوق، هاي بوصله. بس البوصله وين موجهه؟ موجهه الى الاخره. بوصله انت تسعى في الدنيا وتعمل وتكد وتقدح وترزق وتبني وتبتهج بالحياه، وكل ما حرمت سيرة الله على عباده والطيبات من الرزق ابدا. بس هي شنو؟ للذين امنوا، هي خالصه هنا. أنا طبعا البوصله، انا اتكلم عن البوصله، البوصله اذا بوصلتك موجهه الى الدنيا هذا حساب، واذا بوصلتك موجهه الى الاخرى هذا حساب اخر، لكن الدنيا موجوده في الاثنين. ذاك قال اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، هذا قال اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فاذا هي البوصله، انا هذا اللي يعني اهم هي جدا جدا، انه أنا الحمد لله رب العالمين أنا درست 53 سنة في الجامعات وفي، لكنه لما أدخل الصف أقول اللهم، يعني أنا ما خسران شيء، قبل ما أدخل الفصل الدراسي أقول اللهم أحسني القول واجعله في غايتي، ما خسرت شيء، لكنه حطيته باتجاه أن أحسني القول وأنا أدرس فيزياء ولا إحصاء ولا مناهج بحث ولا قياس نفسي يعني، ولكن واجعله في غايتك، اجعله في غايتك يعني هذا. فأنا بس البوصلة أحرفها، يعني ما تحتاج إلى النية، ما البوصلة مالتك ما تحتاج إلا على النية، لا تحتاج منك عمل ولا 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 آخره. فإذا كانت بوصلتك متجهة إلى الآخرة كلها تهون الدنيا. شنو الدنيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مر على 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 الحنزة الميتة النتنة، يعني ايش قال الاصحاب يعني هذه اهون عند الله من دنيا. الدنيا يعني شنو الدنيا؟ شنو الدنيا؟ يعني شنو الدنيا كلها؟ هي ممر يعني، بس الى مستقر. فالانسان العاقل يترك المستقر الى الممر، ولا يجعل الممر في غايه المستقر وفي هدف المستقر؟ لا طبعا، هي الامور المتجهه الى، وإلا هي شنو الدنيا هي إيش يعني؟ ولولا يكون الناس أمة واحدة جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وبيوتهم أبوابا وسرر عليها تكون وزخرفة، يعني ذا وإن كل ذلك لما متاع الحياة، وإن كل ذلك أقول وإن كل ذلك لما متاع ف ف ف يعني لما يعني حتى يعني فلما نأتي إلى الدنيا، الدنيا يعني ما ما هي ما معطاتي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإحنا ممر طريق صغير ونعبر 50 60 70 80 90 100 والنتيجة، لكن هناك خالدين فيها. فلذلك البوصلة، البوصلة اللي يعني أجدها يعني هي هي الأساس في أن يكون كل ما شرحناه عن الإيمان، أنه إذا كان الإيمان ونرجع لا يخاف من موت ولا يخاف من قلة رزق ولا يخاف من مرض ولا يخاف من مصيبة ولا يخاف ولا يخاف ولا يخاف، وكلهم متوكل بي على الله، ومن شرح صدره ومن شرح يعني يرده بخير يشرح صدره الإسلام، يشرح صدره هذا انشراح. أما الإيمان تجي ما بعد الانشراح، لكن الإيمان بالغيب وعدم الريبة في 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 الغيب. لذلك الإنسان المسلم أعتقد أن الـ أن الـ أن الـ الضغوط النفسية مهما كثرت عليه، ولذلك يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تجه إلى القرآن فيه شفاء للناس، شفاء ورحمة للمؤمنين. فتجه إلى القرآن، تجه إلى الله، تغضب ركعتين وصلي واستغفرك، تذنب ركعتين توضى وركعتين واستغفر، حياة
مفتوحة أمام المؤمن، ما يعقدها شيء، ما يعقدها شيء. صارت نعم هاي مصيبة، المصيبة ما أصاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، أن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فات ولا تفرحوا بما أصاب، والله لا يحب كل مختل فخور إلى آخره. فلذلك نشوف البوصلة كيف تتجه البوصلة يعني إلى الآخرة وليس إلى الدنيا يعني. طيب بالأخير آخرة لو سمحت سعد الخالق، الحمد لله ما دين قطع البث. الصوفية عندهم نقطة مهمة، أنا ما يعني ما أدخل في التصوف لأن هذا موضوع آخر دخلت فيه كثير في كتابي يعني فصل كامل في الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي، لكن هنا عندهم الورع والزهد. شوف الاستراتيجية مالتهم كيف تصل إلى الرضا، إحنا مو قلنا نوصل إلى الرضا هي آخر مرحلة، قال لك الورع ثم الزهد ثم الفقر ثم الصبر ثم التوكل ثم الرضا. وكم منهم من قال الورع الزهد الفقر التوكل الصبر والرضا لا يختلف شيء، إنما كيف تصل إلى استراتيجية أن تصل إلى الرضا، والرضا ما راح يخليك بعد أي ضغوط نفسية. إذا أنت رضيت في كل ما كتب الله لك وفي كل ما رزقك الله وكل ما أصابك وكل ما أعطاك وكل ما أخذ منك وكل وكل وكل، أنت بعد وين الضغوط النفسية؟ ماذا تعمل الضغوط النفسية علي؟ الضغوط النفسية يراد لها يراد ما تجي إلى قلب ممتلئ بالإيمان وبالرضا أبدا أبدا. يعني يقال أنه لرابع العدو ويقال للحمداني فيا ليت ما بيني وبينك حامر وبيني وبين العالمين خراب، والعالمين كل خراب خراب، بيني وبينك حامر، انت بينك وبين الله حامر، ترى تري بعد وين الدنيا وينك الدنيا وينك الدنيا. يعني لذلك يعني هنا هذه الاستراتيجيه السداسيه اقتبسها من المتصوفه بهذا الطريق. على كل هنا يعني اتي الى نهايه كلامي واستمع للاخوه الاخرين، ولكني في الاخير اقول انه ان هذا الايمان بمسلماته وبمعطياته وبتفرع ايمانه كافي لان تحجم او تلغي الضغوط النفسيه يعانيها من الفرد. مو هذاك اللي يجي على هذا الضغوط النفسيه صارت له من كذا، او ذاك ما تاخر الراتبه يومين ثلاثه وصارت عنده ضغوط، وهذا ما جت الحلاوه وصارت عنده ضغوط، وهذاك حافه الجير فريند وصار عنده ضغوط. لا، احنا نتكلم عن ضغوط الحياه، كتب النصب و و الى اخره والتعب، لكنه كلها تواجه من قبل المؤمن بالرضا الصبر والتوكل والرضا. جعلنا الله سبحانه وتعالى جميعا من الصابرين المتوكلين الراضين. بارك الله فيكم، وآسف للانقطاعات اللي حدثت والاستثمار في الحديث، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، جزاكم الله خيرا، وطيب الله أنفاسكم وحفظكم إن شاء الله وزادكم من فضله. نفتح المجال الآن للمداخلات أو الأسئلة، وإذا أستاذنا باش مهندس حاتم يريد أن يبدأ التعقيب أو ممكن يتفضل. من عنده الميكروفون؟ الميكروفون أظن بده تفعيل. أبو عاتم، أبو أستاذ حاتم مش بشتاوي يفعل الميكروفون. إذن هو يسمعنا، هو يسمعنا. أيوة الآن يشتغل. نعم نسمع. تفضل يا سيدي. هل تسمعوني؟ نعم. نعم نسمعكم. يلا سيدي. أول شيء نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور نجاد جزاه الله خيرا على هذه المعلومات الطيبة والتي نقلنا فيها إلى آفاق الإيمان وآفاق اليقين التي نرتقي فيها إن شاء الله تعالى. وتكون يعني معراجا إلى الله عز وجل. يعني قل بفضل يعني نحن الإيمان يمن الله علينا بها، وبذكر الله تطمئن القلوب ولا تهدأ القلوب والنفوس إلا بذكر الله وقراءة القرآن وتدبره والعيش مع الصالحين
فهذه معاني إحنا بحاجة باستمرار في ظل هذه الأزمات المادية أن نرجع باستمرار إلى العمق الأول الذي بدأ به القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نشكر إخواننا وأخواتنا الحاضرين وعلى هذه المشاركة، بارك الله فيهم، وباستمرار نحن مستعدين يعني نسمع آراءهم وتعليقاتهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. من يريد أن يتكلم؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. دكتور وجيه عبد الرحمن، أهلا بكم جامعة الإسراء، حياكم الله. نحييكم من جامعة الإسراء، وأشكر أستاذنا الفاضل الدكتور نزار على ما تفضل به من معلومات نفيسة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفاد من هذه المحاضرة في تطبيق بعض ما ورد فيها في مناهجنا الدراسية. يعني يلاحظ أن التركيز في المناهج الدراسية سواء كانت المدرسية أو الجامعية هو على الجانب الدنيا والبحث، وعدم ربط الجيل بالجانب الآخر وهو الآخرة. والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الدنيا لكم وخلقتم للآخرة. ما يؤسف له أن معجم الطلاب في المدارس وفي الجامعات لا يتعدى الطعام والشراب والشهوة، بمعنى أن الكلمات الأساسية التي يكتسبها الطالب أو يتعلمها لا تتناول ألفاظ أساسية تعالج الهدف الرئيس من خلق الإنسان، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى والعودة إلى منزل الإنسان جنة الخلد. فنحن إذا كنا نأسى لشيء فهو أننا أخرجنا من موطننا الأصلي وهو الجنة. يعني هناك ألفاظ أساسية، مثلا كلمة God، هذه بعض الطلاب لا يدرسونها، لا تدخل المناهج الدراسية. كلمة الملائكة، برايا العبادة، الصلاة، الزكاة. حتى أن بعض طلبة الدكتوراه والماجستير إذا طلب منهم أن يترجموا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقفون عاجزين، وقد جربت ذلك مع الكثيرين. فيعني أرجو أن يلتفت إلى هذا الجانب في مناهجنا الدراسية وفي رؤية الرسالة، الرؤية والرسالة في مؤسسات التعليم العالي. الرؤية والرسالة ينبغي أن تربط بالعبودية إلى الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حققنا مبدأ العبودية نكون قد وضعنا الرسالة والرؤية اللازمتين لربط الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى. هذه نقطة. النقطة الأخرى هو أن قمة السعادة التي تساعد طبعا في مواجهة هذه الضغوط النفسية هو أننا ننتقل من حياة إلى حيوان، وللدار الآخرة لهي الحيوان. أنا لم أفعل شيئاً، ربما حصل عنده شيء. فنحن أتفضل دكتور. العفو. فالدار الآخرة هي الحيوان، ولعلنا عندما ندرس علم اللغة في علم الدلالة مثلاً
يدرس الطالب أن يؤمن بالأشياء المحسة tangible objects أو concrete objects، لكن ما هو غير محس أحيانا لا يعني عدم وجوده. يعني الآن هناك أشياء نراها بالعين المجردة، هذه محسة، لكن هناك أشياء أخرى لا ترى بالعين المجردة، فنستخدم الآلات، مثلا نستخدم التلسكوب المنظار، ونستخدم الميكروسكوب، ونستخدم المجهر وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما في سورة الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، يجب أن يكون يقين لدى الأجيال الناشئة بأن هناك عالمين وليس فقط عالم الإنس والجن. العالمين، عدد العالمين المكتشف إلى الآن 3000 عالم. ما هو غير محس في هذه الدنيا نظرا للتركيبة الفيزيولوجية للإنسان يصبح محسا في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعني وقال وقالوا أرنا الله جهرة، طلب من موسى عليه السلام أن يري اليهود الله جهرة، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في الجنة الإخوة الزملاء جميعا، في الجنة سنرى الله سبحانه وتعالى، نراه كما نرى البدر، نراه كما نرى البدر، نسأل الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. آمين آمين. يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آمين إن شاء الله. أرجو أن نركز في مناهجنا الدراسية المدرسية وفي المناهج الجامعية، نركز على عالم الغيب، ونركز على عالم الغيب، ونركز على الآخرة، ونركز على آلاف المفردات المهملة في قواميس اللغة وفي مناهجنا الدراسية. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، أكرمك الله. دكتور نزار، هل عندكم تعليق؟ لا، لكن لا بارك الله فيهم، يعني إذا أستاذ حاتم وإذا وجي، فهي مداخلات لطيفة وجميلة، وخاصة فيما يتعلق في المناهج الدراسية. يعني إحنا ما بدينا نضع المناهج الدراسية، إن شاء الله عندما نستطيع أن نضع المناهج الدراسية نعم يكون لنا حساب آخر إن شاء الله. نعم، هو يبقى هنا أنه لا شك كما تفضلتم يعني أشياء هي خارجة عن إرادتنا، فيبقى العبء الأكبر على المدرس نفسه، مثل هذه الأنفاس الطيبة الدكتور وجيه، أن نحاول تغطية ما هو في قصور من ناحية المناهج إلى أن نصبح جيد. إبن عنده، جزاكم الله خيرا، في حد عنده أي سؤال أو رحيم؟ السلام عليكم. الدكتور محمد تفضل. أنا دكتور محمد زكي خضر، أحيي أخينا الأستاذ دكتور نزار الذي بعده. نعم عفوا، تفضل يا أخي. أود أن أشير إلى آخر ما السلايد الذي كان في الأخير. هل يرى أستاذنا إضافة القناعة إلى هذه القائمة؟ لأن الطمع والتعلق بالمادة هو الغالب على الناس في الوقت الحاضر، فالقناعة هي باب من أبواب السعادة والراحة النفسية. ماذا يرى أستاذنا في هذه النقطة؟ والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، يعني شاهدتك من فرقت من زمان دكتور أحمد، الحمد لله نراك يعني، ونأخذ من وقتك لتستمع إلينا. يعني الحقيقة القناعة هي داخلة بالرضا، يعني الرضا أعلى، يعني القناعة هي مؤدية إلى الرضا. يعني ما تكلمنا عن الرضا، القناعة لا شك يعني جزء رئيسي وأساسي جدا أن يقنع الإنسان. عندما يقنع الإنسان
يعني هو راح يجي بعد الصبر وبعد يجي الرضا. فإذا ورضى بكل ما قسم الله له وبكل ما أعطاه وبكل ما رزق وبكل ما أخذ منه وبكل وبكل وبكل، طبعا لا شك يعني القناعة راح تتحول في ذلك الوقت إلى مصفى آخر، وهو مصفى الرضا. بارك الله فيك جزاك الله خير. جزاكم الله خير. من عنده أي سؤال أو مداخلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي تفضل. الله يسلمك عزيزي. يعطيك العافية دكتور نزار. سؤالي يعني عن علاج الضغوطات النفسية، زي ما تفضل الدكتور أنه أحيانا يعني أنه العلاج الرئيسي هو الإيمان، أنه الإيمان، ومع ذلك بنلاقي أنه الضغوطات النفسية يعني الأطباء النفسيين بيعالجونا أو بيقدموا يعني الأدوية كأدوية عشان خفف الحالات، الآثار الجسمية أو الآثار الدوخانية اللي بيصيب الإنسان والضغوطات النفسية. كيف إحنا ممكن نجذر الإيمان هذا بحيث إنه نكون ممارسة تطبيقية ونتخلص من هاي الضغوطات النفسية؟ لا أستاذ علي، من الذي سيعمل إذا سمحت؟ يعني أنا اللي بدي أعمل، أنا هو اللي هو أنا ذاتي اللي بدي أعمل. بس هلا انا بكون مريت بضغوطات نفسيه، وصلت لمرحله مثلا انه انا يعني رحت على الطبيب صار يعطيني مثلا بالادويه نفسيه عشان تخفف. هلا انا كيف كمفاهيم ايمانيه كيف بدي ارسخها بداخل قلبي انا وعقلي بحيث انه يكون اثرها علي، بحيث انه تخلصني من هاي يعني الاثار الجسميه او الاثار الدوانيه او ما يسبب بعض الضغوطات النفسيه؟ يعني المعرفه النظريه ما تكون كفايه لا لا، هو مو آسف يعني احنا ما تكلمنا، يعني هي مو مسألة نظرية بس. على كل ارجع للضغوط النفسية، احنا عندنا امراض سايكوزيس ونيروسيس، الامراض النفسية جزئين عصبية ونفسية، والضغوط النفسية من السايكوزيس وليس من النيروسيس. ولما تأتي من السايكوزيس يعني النفسية، وبالتالي هو الانسان افضل من يعالجه، أفضل من يعالجه الإنسان بحد ذاته بنفسه. هذه مو نيروسيس، النيروسيس تعالج من قبل الكهربائيات ومن قبل الأوبر إنجكشن ومن قبل الأدوية ومن قبل مهدئات، هذا موضوع آخر ما لنا علاقة. لكن لما نتكلم عن السايكوسيس الأمراض النفسية، صحيح يوجد معالجين نفسيين كثير، ولكن الإنسان يبقى في السايكوسيس هو رقم واحد في معالجة نفسه. رقم اثنين، يعني حتى لو آمنا بالطبيب والطبيب نطى تعليمات وما نفذها المريض، ماذا سيعمل؟ لا يكون لها أثر. وكذلك الإيمان، فهي مو نظرية عملية، لكن نحن نواجه حياتنا اليومية بهذا. أنا ليش أنا ركزت بالدرجة الأولى على أنه نبدأ ما معنى الإيمان، وقلت الإيمان بالغيب و عدم الريبة، لأن هذا مرحلة. الإسلام غير، الإسلام انشرح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شرح قلبه للإسلام، هذا موضوع آخر. لكن الإيمان، ولما قال لا تقولوا أسلمنا بقول لا تقولوا آمنا بل أسلم ولما، وهنا أنا زمانية، ولما يأتي يعني يدخل الإيمان في قلوبكم. فلذلك هذه مسألة مرحلية. فإذا الإنسان سعى في الإيمان وسعى في وتوجه إلى سبحانه وتعالى وتوجه بنيت الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى سيأخذ بيده كثير من الأمور هذه. إذا صدقت النية مع الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى كفيل بأن يأخذ إلى جانبه، كفيل يأخذ جانبه. يعني لا شك أنه هو مو كل إنسان يستطيع أن، يعني ما أقول للإنسان أنت ما مؤمن صير مؤمن بكرة، ورا ما تؤمن خليك راضي بكل شيء ومع السلامة. لا، شو قيمة الكلام؟ كل قيمة ما إلها. بس الإيمان هو عبارة عن تراكمية تتابعية في صدر المسلم، في قلب المسلم، في فؤاد المسلم، في عقل المسلم، حتى يتراكم عنده ويصبح بصيرته يعني أفضل بكثير جدا من الذين لا يبصرون. يعني كلامك مضبوط 100%. إذا كان مسألة بس نعطي أوامر
فرضية أو افتراضية أو نظرية طبعا لا يصلح لشيء، لكن هذا بناء، بناء الإنسان. وذاك الحمد لله يعني أنا الآن أمشي باتجاه التربية الإيمانية ونقسمها إلى 7 أقسام، ونشتغل شلون نستطيع أن مناهجنا الدراسية يعني تتضمن جزء منها من هذه الأركان 7 للتربية الإيمانية. عسى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا مدارسنا ومناهجنا بحيث نستطيع أن نكون الديسيجن ميكر بها ونتوكل على الله، وليس ذلك على الله من بعيد. جزاكم الله خير. تفضل يا أخي في شيء آخر. يعني رد على الأستاذ الدكتور علي اللي سأل، المريض يذهب إلى الطبيب وهو وضعه ضعيف بحاجة لمساعدة، تمام؟ فأنا برأيي التوجيه اللي بوجهه الطبيب النفساني، بل يقع عليه يعني الدور الأكبر هو الطبيب المعالج، أين يوجه هذا المريض. الجزء الروحي، إذا الطبيب النفساني أشبع المريض من ناحية روحية بتهيأ لي بيصل إلى النتيجة المطلوبة، وخصوصا لأنه الإنسان أصلا يعني على الفطرة، الفطرة موجودة في داخل الإنسان سواء مسلم أو غير مسلم. فإذا الطبيب هنا قبل أن يبدأ بالأدوية المادية بدأ يوجهه ويوجه الجانب الروحي له نحو الإيمان، ويذكره بالآخرة، ويذكره بعظمة الله، ويذكره بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، أعتقد هذه الجزئية مهمة جدا، وبتساعد المريض إذا انتظم أنه يطبقها، أنه يعني يعود إلى الوضع الصحي على الأقل من الناحية الروحية. ثم بعد ذلك تضاف الأدوية الخاصة بالمواضيع هذه. هذا رأيي. جزاك الله خير. إذا سمحتوني حقيقة، ليس تعقيبا على أحد، لكن من خلال ما نراه في مجتمعاتنا اليوم للأسف، لضعف الإيمان، لكثرة الإشكالات اللي بنعيشها، بجوز بيختلف الأمر في الأفهام من مجتمع لآخر، لكن إيش في اليوم الناس صاروا بشعر يعني عمليا، وبتوقع كثير يلبس هذا الأمر، إنه في ناس أصبح عندما يعاني من مشكلة ممكن يقول إنه في سحر عمل لي، وبالتالي يعيش أوهام وصير ينسج إنه هو مسحور ولذلك حالته هكذا، أو منع من الزواج أو كذا لسحر طاله. هذا جانب. الجانب الآخر، في ناس ببالغ في عملية إنه لازم يروح على شيخ ويقرأ عليه، والقضية كلها إيمان ودين. لكن زي ما ذكر الدكتور نزار حقيقة، إنه في شغلات يعني على سبيل المثال واحد عنده وسواس. الوسواس هو مرض، هو خلل ونقص في هرمون، مثلا هرمون السيروتونين في الدماغ، مادة كيميائية فيها نقص انعكست على مرض نفسي تحتاج إلى علاج دوائي، وإلى جانب العلاج الدوائي في معالجة سلوكية. حقيقة لابد عدم الخلط بين هذه القضايا، لأنه في ناس حقيقة عمليا بيخلطوا بينها وبالتالي بيضيعوا، وممكن إنسان يكون عنده حالة مرضية بسيطة إذا استغرق في اتجاه هذا ما يصل يعني للحل، وبالتالي تتعقد مشكلته. على كل، هل يوجد أحد يريد أن يسأل أو يعقب؟ من عنده أي سؤال؟ دكتور بتفضلت فيه، يعني أنت الحالات اللي هاي اللي بتحكي عنهم يعني بأمنوا بالسحر وبأمنوا بالأوهام، هاي أغلبيتهم بيكونوا ناس بصلوا يعني بيقوموا بالعبادات 5 يعني كمان، يعني هم بيقوموا بالعبادات جميعها بس ما في لها أثر بحياتهم. يعني هي هاي أنه الإيمان، أنه الإيمان إذا ما كان في عمق، فكان في تأمل ما يعني شاهد زي ما تفضل دكتور نزار، أنه يعني بده عمق كبير جدا بحيث أنه يكون عندك إيمان أنه ينعكس على سلوكك ويكون له أثر بحياتك. بس أنه أنا بس أنه يعني كعناوين عريضة الكل بروح يصلي وبلاي، بس ما ذلك يعني أنت بتروح على المسجد تتفاجأ أنه هذول يعني الناس هذول بيصلوا ولا لا، يعني شو كنا نحكي بالأثناء يعني أثناء الصلاة، يعني لا بتلاقي مثلا يعني في حتى اللي تفضلت فيه كأخلاق يعني مش واضحة، يعني إذا أخلاق مش بأثر عليك الصلاة كيف بتأثر عليه على نفسه بحيث أنه أمن يعني بأمن قدرة الله سبحانه وتعالى أنه شافي وعافي. جزاك الله خير. في حد عنده أي تعليق أو سؤال آخر؟ السلام عليكم ورحمة الله. إضافة؟ نعم تفضل دكتور. آدم الصقور طبيب. أنا طبيب بشر جميعا أنتم. أكرمكم الله. أنا طبيب مقيم في تخصص الطب النفسي. ما شاء الله. إذا عندك جواب الشافي تفضل.
لا هو ما في جواب شافي إن شاء الله، يعني عندي عند أهل العلم موجود يعني إن شاء الله. بس أنا أعطيت أحب أن أعطي ملاحظة، أنا أحب أن أتتبع كلام أهل العلم في الكلام عن الصحة النفسية، لأن فيه الشفاء فعليا أشفى مما هو موجود في مدارس النفس الغربية والشرقية الدوائية وغير الدوائية، كله يعني إن شاء الله هو أسباب، لكن الجواب الشافي إنما هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا تلمس كلام أهل العلم، وهذا ما جعلني يعني أكون في مثل هذا اللقاء اللي الواحد جاي فيه يستفيد صراحة، ولم يكن في خاطري أن أعلق، لكن هي ملاحظة سريعة حول ما يتوارد حول الموضوع الاضطرابات النفسية بشكل عام التي نعالجها في الطب النفسي. ما زال للآن العالم اليوم في يعني في آخر ما صدر من إصدارات حول الطب النفسي كله، ما زالت الاضطرابات النفسية تحت عنوان مجهولة السبب. ما زالت الاضطرابات النفسية تحت عنوان مجهولة السبب. نتكلم عادة عن عوامل يعني تجتمع، يعني هناك عوامل بيئية، عوامل جينية، استعدادات جينية نسميها genetic predisposition، وفي شيء نسميه epigenetics ما فوق الجينية. فنحن الآن لا نتكلم خاصة عن اضطرابات مثل الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري وغيره من الاضطرابات، نتكلم عن شيء متعدد العوامل. نعم نجد أن فيها إشكال مثلا في بعض مناطق الدماغ، نجد أن بعض النواقل العصبية فيها إشكال، سيروتونين، دوبامين، هاي الأشياء، لكن لا نعرف هل هذه سبب أم نتيجة، هل هذا يعني هل هناك شيء سبب هذا التغير في السيروتونين أم لا. فهنا يعني فقط أنا أضعها ملاحظة، لأنه خاصة موضوع الوسواس القهري، لأن كنت في الفترة الماضية أبحث أيضا في نفس المسألة، إنه في عندنا أحاديث تتكلم عن نعم صيغ من صيغ الوسواس القهري التي نعتبرها اليوم من الوسواس القهري المرضي، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أن سببها شيطان، مثل الخنزب يعني يجعل أنها سببها شيطان، وأنه تتعوذ بالله من الشيطان وكذا. فالموضوع أنا لا أريد أن أبحثه الآن في تفصيل، لكن أنا أقصد أنه ما يطرح في الطب النفسي، أنا أدري أن الأطباء النفسيين في كثير من بلاد العالم يتبنون النموذج البيولوجي اللي هو التفسيرات البيولوجية لكل شيء، ولكن هذا اختيارهم العقدي، هم عندهم عقيدة مادية يتبنونها، لكن علميا لا، ليس صحيحا. علميا احنا بنحكي كل اضطرابات النفسية غالبها ايديوباثيك، لا نعرف سببها، ولكن هناك مظاهر متعددة، منها نفسية، منها بيولوجية، منها جينية وهكذا. والمعذرة على الإطالة فقط هيك. حياك الله، جزاك الله خير. من دكتور نزار تريد أن ترد؟ والله بارك الله فيك، جزا الله خير، لكنه هي صحيحة مجهولة السبب يعني، لكنه لما نجي على الغرب هو متخذ مثل ما أشار هسه قبل قليل دكتور آدم، يعني هم ماخذين الجانب المادي، الجانب الآخر الجانب المفقود وهو الجانب الروحي بعد ما دخل عندهم. بدأ الآن أكو أوليات كثيرة جدا الآن بدأت تدخل إلى العالم الغربي بالجانب الروحي، لكنه ما يستطيعون أن يعلنوا ولا يكتبون عنه، لأنه راح يخرجهم من المادية تبعهم، راح يخرجهم عن من العلمانية تبعهم، ولذلك ما يجرؤون. يعني في كثير منهم وأنا أتحادث معهم ومؤتمرات وإلى آخره. نقطة أخرى أيضا وأنا أضيف للدكتور هذا، أنه أنا لما كنت أتكلم يقولون الدكتور نزار لا تتكلم وياهم بالإسلام وبالإسلام وإلى آخره، ليش؟ قالوا لأنهم مسيحيين، أنا أتكلم بالفطرة ما أتكلم بالإسلام، والفطرة موجودة عنده وعندي وعند الجميع وعند الهندوسي والسيقي والبوذي والملحد وكل الفطرة موجودة. يعني أنا أتكلم بالفطرة، الإسلام والفطرة، أنا أتكلم بالفطرة، والفطرة حتى الدغدغ عنده أمور لو مهما يكون علماني وملحد وما، لكن يعني بعض الأوتار يعني يعزف عليها بالتأكيد باليقين يعني، أما إذا غلب عليه ما غلب عليه هذا بحث آخر، ولكن أنا أتكلم بالفطرة ما يهمني. يعني أنا وأقول للدكتور آدم وكل الأخوة المباركين مثله، أنه إحنا نتكلم، إحنا نعالج بالإيمان ونعالج بجانب الروحي والمادي، ما خفنا، ما خف علينا المادة ولا احنا ضد المادة، احنا ناخذ بالاسباب ومأمورين ان ناخذ بالاسباب، لكن ما نغفل الجانب الاخر. يعني هذا الجانب المفقود انا كتبت عليه حقيقة كامل يعني فيما يتعلق بالجانب المفقود في التفكير العلماني، يعني هم فقدوا جانب اساسي، والان اكو احتمال، اكو احتمالات او بشائر انه يرجعون الى يرجعوا، ما رجعوا الا احنا راجعين الحمد لله مؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وفيكم، جزاكم الله خير.
من عنده أي سؤال أو مداخلة؟ إذا سمحتم يعني دقيقة دكتور. إذا تفضل يا أخي. دكتور وجيه عبد الرحمن. حياك الله دكتور. نعم، يعني أنا أتمنى على أستاذنا الكبير الدكتور نزار أن نعمل على عولمة هذا الطرح، لأن العالم في أمس الحاجة له. يعني نحن كلنا عاش في الغرب ويعلم ما يعانيه إخوتنا في الإنسانية، إنجاز التعبير، ما يعانونه من اضطرابات ومصائب في النوم وأمراض نفسية ليست موجودة في كثير من بلدان العالم الإسلامي، نظراً لأننا نجمع بين المادة والروح. أنا أذكر عندما دعي مغني البوب ميوزك كات ستيفنز، كنا في جامعة لندن ووجهنا له دعوة لإلقاء محاضرة، فلخص المحاضرة بأنه بحث عن السعادة في المادة فانغمس في الملذات فلم يجد سعادة في المادة، ثم انتقل إلى البوذية، قال هناك كانت مادة لنبحث عن الروح، عن أشياء روحانية، فدخل البوذية وأيضا يقول لم أجد السعادة، فكان لابد لي من أن أبحث عن دين يجمع بين المادة والروح، فوجدت ذلك في الإسلام. يعني أنا أتمنى على الأستاذ الدكتور نزار أن نعمل بقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرجو أن أتمنى على الجمعية أيضا أن تعقد محاضرة في هذا الموضوع أو ورشة موجهة للناطقين بالإنجليزية مثلا، يعني ليس بالضرورة أن يكون الجمهور كلهم من المسلمين، فنحن نخاطب المسلم وغير المسلم. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله خير. إن شاء الله وصلت الملاحظة. إن شاء الله. من عنده أي تفضل دكتور سرع شيخنا حاتم أستاذ باش مهندس تفضل حاتم تفضل. أيضا الميكروفون مغلق، افتح الصوت ضايع يا دو. سمعت الصوت؟ نعم سمعت الصوت. طيب. نعم، يعني الدكتور فتح علينا آفاق، ونحن في الجمعية يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار الماديات، نأخذ الروحانيات، نأخذ أدوات اليقين، تكون جزء من منظومتنا. لهذا تتنوع محاضراتنا الإيمانية والعلمية بشتى الجوانب حتى يزداد المؤمن إيمانا والعالم علما. ومثل هذه اللقاءات والمداولات، وكل الأساتذة معظم الحضور من القامات العلمية الواعدة والباحث عن الحقيقة والمتفاعلة معها، على رأسهم الدكتور نزار والدكتور وجيه والدكتور حكمت والدكتور آدم وكل الأسماء الدكاترة أنا أعرف كثيرا منهم. فبارك الله فيكم، وإحنا إن شاء الله مستمرين، وإحنا بنحب أي ملاحظات أو توجيهات أو رسائل ابعثوا لنا إياها بأفكار محددة بمواضيع محددة إنه نناقش في المرات القادمة. وعندنا إن شاء الله في كفاءات متعددة في مختلف المدن والبلاد، من شرق الشرق المتوسط إلى الغرب ولا الشمال للجنوب، في عندنا والحمد لله، وكلهم حريصين إنه يخدموا. يعني منرحب بأي أفكار تأتينا من عندكم مكتوبة، وهذا تليفوننا وهذا موضوعنا وهذه جمعيتنا. جمعيتنا ليست لنا، هي لكم، وهي لكم يعني تعمل لتكون مركز لمثل هذه المواضيع التي ترتقي بالعبد وتواجه مشكلات الحياة ومشكلات الحضارة، وننتقل للناس إلى بيوتهم وليس يأتوننا بل نأتي إليهم. على كل حال جزاكم الله خيرا، وإنا منتظرون في مرات قادمة لقامات علمية واعدة تزيدنا إن شاء الله علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. في حد عنده أي إضافة أو أي شيء آخر؟ لا يوجد. طيب في الختام باسمكم جميعا نكرر الشكر لأستاذنا الفاضل
نزار الذي نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يمد في عمره وأن يبقيه مفتاحا للخير مغلاقا للشر منارة للإيمان والعلم بإذن الله تعالى. ولا شك يعني كما رأيتم إنه هذه الأمراض أو الاضطرابات النفسية أساسها الرفض، رفض شيء موجود أو طارئ. ولذلك حقيقة في هذا المقام نتذكر قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التسليم هو المخرج من كل هذه الاضطرابات، التسليم لله والانقياد له. وفي العرف عادة إنه الجمعية تقدم هدية رمزية هي الدرع للمتحدث، فأنا أقدم اقتراح عوضا عن هذه الجائزة بأن ندعو لأخينا جميعا وكلنا يدعو للآخر ولمن سمع وحضر في هذه الجلسة المباركة، لأن دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.